لطالما أثارت الكواكب اهتمام الإنسان منذ القدم، فراح يرصدها ويراقبها ويحللها ويسميها أيضا. ومنذ آلاف السنين والإنسان في رحلة لاكتشاف الكواكب، ولطالما كان وما يزال يتساءل هل توجد حياة في مكان ما هناك أم لا. ومع تسارع التكنولوجيا والعلوم وشغف الإنسان أيضا، أرسل مركبات إلى عمق الكون وبنى تلسكوبات عملاقة تدور حول الأرض تحدق في الظلام، فترصد وتراقب وتبحث عن مخلوقات حية غيرنا. ولكي نحقق هذه المهمة أطلقت ناسا عام 2009 تلسكوب كيبلر اللي يدور حول الأرض واللي يسمونه صائد الكواكب. العلماء يطلقون على الكواكب اللي تدور حول نجوم غير الشمس اسم إكسوبلانت، أي الكواكب غير الشمسية، اللي يعود تاريخ اكتشافها إلى عام 1992، وكان ذلك العام هو أول مرة نكتشف فيه كواكب تدور حول النجم النابض. لكن لما نقول شمس مثل شمسنا فهذا ما يعني أنها نفس الشكل ونفس المواصفات، ولكن تنتمي للفئة نفسها. استطاع كيبلر أن يكتشف خلال 7 سنوات أكثر من 3500 كوكب مرشحين أنهم يكونون إكسوبلانتز، منهم 1000 كوكب تم التثبت منهم حتى الآن. هذا التلسكوب الجبار أجاب عن تساؤلات كثيرة عن ماهية الكواكب خارج المجموعة الشمسية. ومع تتالي اكتشافاته يبدو أن أفلام الفضاء اللي يتواصلون فيها البشر مع كائنات أخرى حية ما عادت مجرد خيال علمي ولا خدع سينمائية. الكواكب هذه لها حالات وأشكال كثيرة، منها ما هو بارد جدا ومنها ما هو حار جدا لدرجة لا تصدق، ومنها ما هو عملاق مثل المشتري وزحل، ومنها ما هو صغير جدا يجاوز حجمه حجم قمرنا بقليل. من هذه الكواكب كوكب يدور حول نجمين، وهو كوكب كيبلر 16b. وكوكب كيبلر 10b يقترب من نجمه إلى درجة أن سطحه أصبح محيط من الحمم. لكن اللي يثير اهتمام العلماء أكثر هي الكواكب اللي تتشابه في مواصفاتها مع كوكب الأرض من ناحية حجم الكوكب والمسافة بينه وبين النجم ونوع النجم اللي يدور الكوكب حوله. لكن كيف يعمل تلسكوب كيبلر اللي اكتشف كل هذه الكواكب؟ تلسكوب هابل الفضائي يرصد مساحات كبيرة من الكون، ولكن تلسكوب كيبلر يرصد أجزاء صغيرة من مجرة التبانة فقط. هالمساحة الضيقة اللي يرصدها كيبلر تحتوي على 150,000 نجم. لكن لحظة، كيبلر مش في مهمة لرصد النجوم، بل في مهمة لرصد الكواكب اللي تدور حول النجوم. طيب شو اللي يصير هني؟ كيبلر ما يقدر يرصد الكواكب بشكل مباشر لأنها أصغر من النجوم بكثير، وضوء الكوكب الواحد منها يتلاشى بمجرد تواجده بالقرب من أي نجم متقد، لأن قوة الضوء المنعكس من على الكوكب أضعف ب15 مليار مرة من ضوء النجم. أكيد بتقولون إذا مستحيل كيبلر يشوف الكواكب. لا أبدا، مش مستحيل. كيبلر يبحث بين ملايين النجوم عن ظاهرة تسمى ترانزيت، وهو الحدث اللي يعبر خلاله الكوكب من أمام النجم اللي يدور حوله، فيتسبب في انخفاض ضوء الشمس بشكل بسيط جدا جدا، وهنا المقصود بالشمس أي النجم. وبطريقة الخاصة يستطيع تلسكوب كيبلر تسجيل هذا الانخفاض الصغير في وهج النجوم. خلونا نقرب الصورة شوي. هذا برج خليفة. طيب البرج فيه 28,000 لوح زجاجي من نوافذ وواجهات. تخيلوا ان كل هذه الالواح الزجاجيه تعكس وفي نفس الوقت ضوء الشمس، وجاء شخص وقام بتعتيم 2 سنتيمتر من هالالواح الزجاجيه. هل بنشوف العتمه؟ اكيد لا، لكن كيبلر يقدر ان يرصدها. هذه هي ظاهره الترانزيت. المسافة بين الأرض والشمس تبلغ 150 مليون كيلومتر، ولذلك فإن كوكبنا يقع في مكان يسمى النطاق الصالح للحياة، ولهذا توجد فيه مياه وأكسجين وكائنات حية. لكن العلماء يعتقدون أن الكوكب إذا اقترب أكثر من هالمسافة من شمسه أو ابتعد فإنه لن يكون صالحاً للحياة. بس هذا في نظام الشمس فقط،
وإحنا اليوم ما عندنا معلومات الكافية علشان نقول أن هذا ينطبق على باقي المجرات أو المجموعات الشمسية الأخرى. ولهذا فإن دراسة الكواكب الشمسية لوحدها لا تكفي، لابد أن نفهم مواصفات الشموس كذلك. تذكرون فيلم أرميجادن اللي يحكي قصة مذنب عملاق يتجه نحو الأرض مباشرة ويكاد يقضي على الحياة فيها، لكن بروس ويلس وفريق عمله ينقذون البشرية. بس في الحقيقة الكثير من المذنبات والنيازك تكون فعلا متجهة للأرض، ولكن طبعا اللي ينقذنا مش بروس ويلس، اللي ينقذنا هو كوكب المشتري العملاق اللي يفوق حجم الأرض ب1300 مرة، ولذلك جاذبيته تعترض المذنبات والنيازك وتغير مسارها. ولذلك يعتقد العلماء أن وجود كواكب عملاقة قريبة نوعا ما من الكواكب الشمسية يزيد من احتمال وجود الحياة فيها. جاذبية الكواكب تختلف باختلاف أحجامها، وجاذبية الأرض مناسبة جداً لتكون الغلاف الجوي اللي يحفظ الغازات كالأكسجين وثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات الضرورية للحياة، ويعكس أيضاً الأشعة الضارة إلى الفضاء. لكن الكواكب الصغيرة ذات الجاذبية الضعيفة صعب أن تتشكل فيها ظروف مثل هذه، لذلك لما العلماء يرصدون كواكب قريبة في حجمها من حجم الأرض يتفائلون بأن غلافها الجوي قد يكون صالحا للحياة. تذكرون لما درسونا في المدرسة عن الكواكب الصخرية؟ الكواكب هذه فيها فرصة للحياة أكثر، مش فقط لأنها دليل على وجود غلاف جوي مناسب، بل أيضاً لأن فيها احتمال أكبر لوجود الماء. كيف يعني؟ التوزيع بين الماء واليابسة يؤدي لحدوث الدورة المائية اللي نشوفها على الأرض من تبخر الماء وتشكل الغيوم ومن ثم سقوط الأمطار، صح ولا لا؟ ولذلك هذه الدورة تعتبر من أهم مقومات الحياة في أي مكان. لماذا يبحث العلماء دائماً عن أدلة على وجود مياه في الكواكب الأخرى؟ لأن الماء يتكون من عنصرين، هيدروجين وأكسجين، وهذان العنصران من عناصر أخرى أساسية تدخل في تكوين كل الأشياء في الكون تقريباً كالكربون، النيتروجين والهيليوم. وعلى مستوى مايكروسكوبي فإن أي خلية حية على سطح الأرض ما تقدر تعيش بدون ماء، فهو الذي يكون الجزء الرئيس منها ويساعد على حدوث التفاعلات الحيوية في داخلها ما بين البروتينات المختلفة وحتى الDNA. ويقول تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك يعتقد العلماء أنه أينما وجد ماء في الكون توجد حياة، ولكن ربما هذه القاعدة تنطبق على الأرض فقط وهناك في الكون أشكال أخرى من الحياة، من يدري. خل نرجع إلى تلسكوب كيبلر، وأكيد السؤال اللي في أذهانكم الآن، هل اكتشف كوكب مثل الأرض فيه حياة ومخلوقات ولا لا؟ يعني ليس حتى الآن، بس العلماء استطاعوا اكتشاف كواكب مرشحة أنها تكون أرض ثانية. ليش؟ لاحتوائها على شكل ما من أشكال الحياة. كوكب كيبلر 452b هو أحد الكواكب الشبيهة بالأرض، تم تأكيد وجوده في شهر يوليو في 2015، وكان أول كوكب صخري يكتشف في النطاق الصالح للحياة حول نجمه. هذا الكوكب يزيد حجمه عن حجم الأرض بنسبة 60% ويكمل دورة كاملة حول نجمه كل 385 يوم. أما كوكب كيبلر 438b فاكتشف في يناير 2015، وهو أيضاً كوكب إكسوبلانت أي شبيه بالأرض. يرجح العلماء أنه كوكب صخري ويدور في النطاق الصالح للحياة حول نجمه، لكن عنده مشكلة أن كل 100 يوم تأتيه توهجات شديدة من نجمه تجعل من فرص وجود الحياة عليه أمراً صعباً، لكن هذا لمقاييس الحياة هنا في الأرض. يمكن حد يقول الحين العلماء يبحثون عن كواكب شبيهة بالأرض في هالأماكن البعيدة جداً ومخلين كواكب المجموعة الشمسية؟ طبعاً لا، ولذلك فإن استكشاف وفهم المريخ يقع في رأس قائمة أولويات الإنسان خارج الكرة الأرضية. وكالة روسيا الفضائية وناسا وغيرهم
أرسلوا العديد من الرحلات الاستكشافية غير المأهولة إلى الكوكب الأحمر، وكانت عبارة عن مسابير أي جمع مسبار بروب، هبطت على سطحه لإرسال الصور والفيديوهات ولفحص وتحليل عينات التربة. وهو ما تم أثناء رحلتي مسبار فايكينغ 1 ومسبار فايكينغ 2 اللي هبطوا على سطح المريخ في منتصف العام 1975. أما أول روبوت صغير مستكشف لسطح المريخ فكان اسمه سوجورنر، وكان جزء من مهمة باثفايندر اللي بدأت عام 1996 وانتهت عام 1997. ليش العلماء يصرون على استكشاف كوكب المريخ؟ لأنهم كانوا في البداية يعتقدون أن الكوكب احتوى على الماء السائل، ولكن بكميات قليلة لا ترقى إلى حجم بحيرات. بس هذا الرأي انقلب تماماً مؤخراً. المعلومات الأخيرة اللي جمعت أشارت إلى أن سطح المريخ احتوى ذات يوم على محيط كبير غطى تقريباً 5 مساحة الكوكب، يعني مساحة تعادل المحيط الأطلسي في الأرض. وقبل كم شهر إذا تحيدون في ناسا أعلنوا عن وجود ماء سائل الآن في المريخ. ولكن فقدان المريخ التدريجي لغلافه الجوي أدى إلى تبخر معظم مياه المحيط إلى الفضاء الخارجي، ومع استمرار فقدان المريخ لغلافه الجوي انخفضت حرارته إلى أن وصلت إلى حد تجمد معه ما تبقى من مياه المحيط، ونقدر نشوف بقية آثاره على القمم الجليدية للكوكب. لهذا يعتبر العلماء أن كوكب المريخ كان في يوم من الأيام كوكباً صالحاً للحياة. وبهذا الأمل تخطط عدة جهات منها ناسا لمهمات عديدة علشان يتأكدون من هذه الحقيقة أكثر. لكن كيف؟ عبر البرامج غير المأهولة اللي حالياً موجودة في المريخ، وأيضاً البرامج المأهولة اللي بتكون في المستقبل. وربما مع نهاية العقد الثالث من القرن الحالي بنشوف هبوط الإنسان لأول مرة على كوكب المريخ. بقول لكم شيء، لما أشوف فيديوهات نزول الإنسان على سطح القمر أخبط الناس اللي كانوا عايشين في تلك الفترة، كيف كانوا متحمسين وكيف فرحوا بهذا الإنجاز البشري العظيم. بس اليوم أشعر أني محظوظ جدا، لأني أعيش في عصر ربما وأقول ربما أشهد فيه هبوط الإنسان لأول مرة على كوكب آخر. كذلك ينتظر علماء الفلك إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في شهر أكتوبر من عام 2018. بيقدرون بهذا التلسكوب أنهم يدرسون الكواكب اللي اكتشفها كبلر مسبقاً، ولكن بشكل أعمق. هذا التلسكوب الفريد بتكون عنده القدرة على دراسة الأغلفة الجوية لهذه الكواكب وتحديد تركيباتها الكيميائية، ولكن تركيزه بيكون محصور على الكواكب الكبيرة فقط. أما الكواكب الصغيرة اللي حجمها قريب من الأرض فإن دراستها مؤجلة قليلاً إلى أن يتم إطلاق الجيل التالي من التلسكوبات الفضائية. في الكون يقدر علماء الفلك وجود 40 مليار كوكب شبيه بالأرض، تصوروا. ولذلك نتساءل، هل يعقل أن ما في حياة في هذا الكون الهائل جداً إلا في كوكب واحد؟ السؤال هو، لو في حياة كيف شكلها؟ ومن يعيش أين؟ ما حد يعرف حتى الآن ماذا ومن يختبئ في أماكن أخرى من الكون. ومن يدري، يمكن هناك مخلوقات أخرى تبحث عن حياة في مكان آخر. تعرفون ليش؟ لأن البحث من أجمل أعمال الحياة. وربما، أقول ربما، يشاء الله تعالى أن نلتقي بهم في يوم من الأيام. لحظة